جديدة كانين أفسي صاريم الفيدة كارد كل مشغلة خياطة آلافي قلكي كيف خوش مكارفة وز في جسنا خبات كارا يكي ياري الحميجنا بيروز تكي بشتي أف أف أحدى صاني أف شورش الفيدة تشيبو يعني جن قلكي ما فيش ني قلكي دركت وانشي حقيقة ديت يعني وانشي لقلك جهة كار كده بشورشين يعني جنا ما في خدي بروج جنا شيء بوي إيشن قلك كي بيش كتن يعني حتى إيشن قلك فرناند كار دكين يعني ما في وان قلك هيدا كت يعني أولي جن دمالي دابون يعني حقيقة وان دايبون يعني شخص هاتن في ده كاني قلك كي خوشم براسي مشتك نصاني بوش كار بس خوست كامو بو إنه زبع لما كارو مشغلة خياطة كار بك هوالتي ما قال لك يخش البيت كان إذا مالي دو تشتكي نصانبهم يعني مش يخص بيش كذا هنا كار جوان بيتر إن شيء ببي يعني كار وقت جو إيه خوندة إيه نخوندة يعني قال لك حقيقة أنتنا يعني أنا قال لك هني نصان يعني لا أنا بكي نصان المشغلة كار بك يعني إيه وان حتى نصان فيش تيجي يعني كارك الجروان شيء هبه صارنا 4 سنوات نشتغل بيت المونة ونحب يتطور شغلنا يعني ونتعلم أكثر الحياة يعني مشان العيش مشان المصروف مشان أيش وعم نصرف على حالنا ونصرف على أهلنا جباري يعني ألا بيتعب ما بي ألا يصير تعب يعني بعد التعب يصير يعني جباري ما بيشغل ألا تعب شغل كويس ونظيف وعالم زين وداغة زينة يعني هي الحيل تعتمد على حالها وتشتغل والشغل معيب يعني الشغل حيل زين للمرأة يطور فكرها يطور حياتها تتعلم يوم من الأيام جوز تفتح مشغل تفتح شيء تتطور عدها الفكرة يعني زيادة عن اللزوم عيد مبارك إن شاء الله علينا كنا العمال وإن شاء الله الستات كلها تكون بخير وسلامة وكنا نتطور ونشتغل وهاي الحياة يعني.